نعتقد أن تحرير أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون الآن في جحيم حرب، جحيم النار، جحيم القتل، جحيم التدمير، ويعيشون أيضا تحت وطأة حملة الإبادة الصهيونية التي تشنها حكومة الصهيونية الدينية في تل أبيب على شعبنا، ليس في قطاع غزة وحسب بل في كل فلسطين وحتى خارج فلسطين على الشعب الفلسطيني هذه الحملة. هذا بالنسبة لنا هو الهدف الأول الذي نسعى إليه كوطنيين أولا وقيادة فلسطينية كما أعتقد، وهذا ما عبر عنه الرئيس أبو مازن عديد المرات. هذا أولا. الأمر الآخر، طبعا من دون شك هنالك ملاحظات على مشروع القرار الأمريكي أنه يتعامل مع قطاع غزة كجزء منفصل عن موضوع الدولة الفلسطينية وعن الحل الشامل. الموضوع هنا بكل أسف بكل أسف بكل أسف أنه أتى انسجاما مع رؤية إسرائيل ورؤية حماس في آن واحد، لأن منظومة الاحتلال إسرائيل معنية بفصل قطاع غزة عن باقي فلسطين، أي دولة فلسطين وكذلك وطن الشعب الفلسطيني هو فلسطين جغرافيا وسكانيا أيضا، كما أن حماس منذ حتى أن هذه التي أطلقت عليها الطوفان الأقصى كانت أيضا معنية بهذا الأمر. أي ونلاحظ أنها حتى في كل ما تطرحه في موضوع الصفقة مع منظومة الاحتلال أنها سيد معنية موفق فقط. يعني من أول نعم، من بين ردود الفعل مباشرة بعد تبني مجلس الأمن لهذا القرار، رحبت حماس بذلك وقالت بأنها مستعدة للتجاوب مع ذلك مع الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، ولكن هذا الترحيب كيف يمكن فهمه وكيف يمكن تصنيفه في الوقت، إلا إذا كان هي ربما تتحدث عن وقف تام لإطلاق النار، ولكن القرار واضح وما تحدث عنه بايدن أيضا واضح، وصفقة لتبادل الأسرى على مراحل، و من ثم يمكن استمرار وقف إطلاق النار، طبعا ذلك يعتمد على إسرائيل بشكل خاص. نعم هذا صحيح، ولكن نحن لا يخفى علينا أبدا غزل رؤوس حماس أي قيادة حماس مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ننسى أيضا ويجب ألا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا منظومة الاحتلال إسرائيل هم الذين صنعوا حماس وهم الذين أرادوها أن تكون مضادة للمشروع الوطني الفلسطيني ولحركة التحرر الوطني الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد. هذا ندركه أيضا في هذا الأمر، وندرك أيضا وحتى إذا لاحظنا أنه خلال أسبوع واحد غيرت حماس موقفها من موقف أن بايدن الشريك في حملة الإبادة على الشعب الفلسطيني، بعد أقل من أسبوع عندما اقترح بايدن مشروع هذا القرار أو بالأحرى اقترح مبادرته لإيقاف إطلاق النار فيما يحصل في غزة، أيضا قالت أنه مقترح إيجابي. إذن هذا الغزل الحمساوي باتجاه الولايات المتحدة ليس جديدا علينا، وهذا الترحيب السؤال الآن صحيح أنه أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي، لأننا في الحقيقة معنيين نحن كما قلت في بداية حديثي بتحرير وتخليص أبناء شعبنا المليونين وأكثر اللي عليهم ذروة الحملة الدموية الصهيونية والمدمرة والقاتلة. نعم نريد تحريرهم أيضا ونريد أيضا تخليصهم من هذا الجحيم، ولكن علينا أن نعرف على أي أساس رحبت حماس؟ هل بعد كل هذه التضحيات نحن نريد أن نقول كل وطني فلسطيني في الحقيقة يريد تخليص شعبنا من هذا الجحيم؟ وأعتقد وأقولها أمامكم هنا وأقولها على الملأ هنا وأقولها ليسمعني كل العالم أن أسيرا وطنيا حتى لو كان محكوما بالمؤبد، أسيرا وطنيا فلسطينيا حتى لو كان محكوما بالمؤبد لا يقبل أبدا أن يكون ثمن حريته عشرات آلاف الشهداء
ومئات آلاف الجرحى ودمار ثلاث أرباع غزة، ولا ننسى أن ثلاث أرباع الشهداء هم من الأطفال والنساء. أنا على يقين من ذلك ومتأكد مما أقول، ولكن حماس بكل أسف تراوغ وتماطل وتناور عند زعمها لتحقيق هدف سياسي ليس له علاقة أبدا بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وعندما ينتهي الأمر بقبول حماس بهذه مبادرة بايدن، إذن هي في الحقيقة تقدم أوراق اعتماد أيضا جديدة لدى بايدن ولدى الإدارة الأمريكية، بأن يكون اليوم التالي لصالحها، أن يكون اليوم التالي لصالحها. نحن كقيادة وطنية فلسطينية طرحت أن اليوم التاني يجب أن يكون وفق الرؤية الوطنية الفلسطينية التي طرحتها منظمة التحرير الفلسطينية وطرحتها القيادة الفلسطينية، بأنه يجب أن يكون حل شامل. نعم، أؤكد مرة أخرى، نريد تخليص شعبنا من هذا الجحيم، ولكن أيضا يجب أن يكون الثمن ليس كما تتمنى حماس وكما تريد حماس، وإنما الثمن كما يريد الشعب الفلسطيني، لأنه الثمن كبير جدا كبير جدا، ولا يليق فقط بأن تعود حماس إلى حكم قطاع غزة، بقدر ما أنه يجب تحرير الشعب الفلسطيني على أرضه في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. طيب سيد موفق، يعني الآن لا أحد يعلم إن كان هذا القرار ملزم لكلا الطرفين، سواء لحركة حماس أو حتى لإسرائيل، ولكن كان هناك حديث عن صفقة أحادية ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحماس لتبادل المحتجزين. إن تمت فعليا هذه الصفقة، ما الذي تعنيه وما المقابل الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لحماس، وماذا عن إسرائيل هنا؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالمدنيين الموجودين عند حماس ومنهم من يحمل الجنسية الأمريكية، هذا بطبيعة الحال مفهوم بهذا الخصوص. ولكن نحن ندرك جيدا ونعرف جيدا قدرة حماس على المناورة البراغماتية، بمعنى أنهم بإمكانهم أن يتراجعوا عما يسمونه مبادئ وأهداف وثوابت وغير ذلك في اللحظة التي يرون فيها أن مصلحتهم قد تتحقق، فيما إذا اتبعوا هذا المسار السياسي أو الدبلوماسي مثلا، وتحديدا مع صاحب القرار الأول والأخير على إسرائيل. هذا القرار الآن المقترح الأمريكي عندما يتم التصويت عليه في مجلس الأمن، هذا يعني وكأنه يحمل مشروعية بالنسبة لإدارة بايدن للضغط على إسرائيل. لكن في الحقيقة نحن لا يمكن أن ننخدع بكل هذه الأساليب التي سواء أن يروج لها وزير الخارجية أو تروج لها الإدارة الأمريكية، لأننا مقتنعون تماما أن كل ما يحدث هو أيضا بتخطيط أمريكي إسرائيلي لتدمير أيضا إمكانية قيام دولة فلسطينية. حتى لو أن الإدارة الأمريكية تحدثت عن موضوع حل الدولتين، ولكن هل صحيح أن رؤوس حماس يصدقون الآن الإدارة الأمريكية، وهي التي الإدارة الأمريكية قال الرئيس أبو مازن عنها بعد تجارب مريرة مع هذه الإدارة والإدارات السابقة، في على الأقل في خضم عملية السلام وعملية الحل السياسي، كيف أنها دائما كانت تخادع ودائما كانت توفر الحماية لإسرائيل للتنصل من الاتفاقيات التي كانت هي شاهدا عليها ووقعت عليها الإدارة الأمريكية؟ هل الآن رؤوس حماس بلغ بهم الثقة بهذه الإدارة ليتعاملوا معها؟ هذا سؤال ليس غريبا علينا، نحن ندرك ذلك وندرك العلاقة الوثيقة ما بين منظومة الاحتلال وما بين حماس، وندرك هذه العلاقة أيضا ما بين الولايات المتحدة وحماس، لأنه العناصر الثلاثة ملتقية عند هدف واحد، هو ألا تقوم دولة فلسطينية وطنية، وأؤكد على كلمة
ألا تقوم دولة وطنية فلسطينية، لا يكون، لأنهم مشروعهم تحدث عنه. طيب لكن سيد موفق، يعني ربما المعطيات قد تغيرت الآن، يعني عندما تخطو دول أوروبية خطوات متقدمة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك أيضا حديث عن الرؤية العربية والشرط تحديدا السعودي لإقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي نحن أمام ربما معطيات جديدة وتغييرات، والحديث الآن الأمريكي الإسرائيلي على القضاء تماما على حركة حماس. ربما هنا التحاور أو المفاوضات مع حماس يأتي فقط في نقطة ضيقة، اللي هي تبادل الأسرى أو يعني إطلاق سراح محتجزين أمريكيين لا أكثر، هكذا يقول البعض. إذن هذا هو ما نقصده، هذا هو التفاف في الحقيقة، هذا التفاف على الإرادة الدولية التي على الأقل خلال هذا الشهر هذا الذي مضى شهدنا نموا وارتفاعا في أرقام الدول وذات الثقل أيضا في الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا أيضا، وأيضا القناعات لدى الجماهير في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي كل مكان في العالم. مع الملاحظ هنا، ومن يجب أن يفهم الجميع، أن هذه التضامن الشعبي سواء في الجامعات أو غيره أو في البرلمانات أيضا الدولية كان مع الدم الفلسطيني، كان مع المأساة الفلسطينية، كان مع الإنسان الفلسطيني المسحوق بالآلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية، وليس متضامنا مع ما فعلته حماس، بالعكس. هذا من المهم أيضا الإشارة له. إذن هذا ما يحدث الآن هو عملية التفاف، لأنه الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تقبل أن يأتي حل عبر الشرعية الدولية، وكذلك بذلك تساندها منظومة الاحتلال الإسرائيلي التي قالت أن الأمم المتحدة هي التي يجب أن تصنف على قائمة العار. وشاهدنا كيف أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قد خرط الميثاق الأمم المتحدة بآلة حملها أثناء خطابه بالفترة الأخيرة. إذن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن أن تقبل أن يكون هنالك إرادة دولية قائمة على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتكون لصالح الحق الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس طبعا على حدود الرابع من حزيران. الجميع هنا يحاول الالتفاف، كل له أهدافه الخاصة، الولايات المتحدة لها أهدافها الخاصة، كذلك إسرائيل لها أهدافها الخاصة، وكذلك حماس لها أهدافها الخاصة، وجميعهم كما قلنا يلتقون على ألا تقوم دولة فلسطينية وفق المعايير ووفق الرؤية الفلسطينية على أساس حل عادل للحق الفلسطيني.